أهلا بكم. احتجاجات عدة تعيشها العاصمة المؤقتة مع قرب عيد الأضحى المبارك، حيث أغلق عسكريون طرقا واصلة إلى مدينة عدن للمطالبة بصرف مرتباتهم المنقطعة منذ 6 أشهر. تأتي هذه الاحتجاجات بالتزامن مع وصول رئيس الحكومة أحمد بن دغر إلى عدن وتعهده بصرف مرتبات الجيش والأمن وتحسين مستوى الخدمات الأساسية في عدن وبقية المحافظات. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: كيف يستقبل اليمنيون أعيادهم في ظل الحرب والأزمات المتلاحقة؟ وهل تتمكن الحكومة من حل أزمة الرواتب المنقطعة؟ أكثر من عامين مرا على الحرب، ولا يزال اليمنيون فيها يستقبلون أعيادهم بصورة قاتمة خالية من ملامح الفرح. فما بين أزمات وتدهور اقتصادي وقصف على المدنيين، يقف اليمنيون لمكابدة أوجاعهم التي لم تتوقف عند حد معين. مواجهات عسكرية مستمرة، غلاء في الأسعار وضعف القدرة الشرائية، كلها أسباب عكرت فرحة العيد واستبدلتها بمجالس العزاء واستقبال للتوابيت المحملة بجثمين القتلى في معظم المحافظات. وبين واقع حرب وانقلاب وأزمات اقتصادية، لا تزال المطالبات المجتمعية والوقفات الاحتجاجية تخرج كل يوم للمطالبة بالمرتبات التي يعتبرونها أبسط حق في الحياة. مشاهدينا، نبدأ النقاش بعد هذا التقرير. في عامهم الثالث من الحرب، يستقبل اليمنيون عيد الأضحى كما استقبلوه في الأعوام الأخيرة الماضية. وضع اقتصادي مهترئ ومواجهات ممتدة على مختلف الجبهات وأزمات إنسانية لم تتضح لها نهاية. ارتفاع الأسعار وتدني متوسط دخل الفرد وعدم مقدرة الكثيرين على شراء المستلزمات العيدية مثلت أقصى المشاهد التي سبقت هذا العيد والأعياد في زمن الحرب والانقلاب. أزمة الرواتب كانت إحدى أبرز الأزمات التي يعيشها اليمنيون منذ ما يقارب العام، وزادت تفاقما في ظل حصار معيشي يواجهونه بسبب سيطرة سلطة الانقلاب من جهة، وانتظار وعود الحكومة الشرعية بصرف المرتبات المنقطعة من جهة أخرى. هذه الأزمة زادت تفاقما منذ سبتمبر من العام الماضي، بعد أن أقرت الحكومة الشرعية نقل مقر البنك المركزي إلى عدن كحل عملي، إلا أنها في ذات الوقت لم تفي بوعودها بالشكل المطلوب فيما يخص صرف المرتبات لكل من القطاع المدني والعسكري. في جديد الأحداث، شهدت عدد من شوارع العاصمة المؤقتة عدن احتجاجات شعبية لمئات العسكريين المطالبين بصرف مرتباتهم المعلقة منذ عدة أشهر. العسكريين أغلقوا الشوارع الرئيسية وأحرقوا الإطارات احتجاجا على التأخر الحكومي في صرف مرتباتهم. التظاهرات الاحتجاجية التي تقام بين الفينة والأخرى والمنادية بصرف المرتبات في عدن وعدد من المحافظات المحررة تزامنت مع وصول رئيس الحكومة أحمد بن دغر إلى عدن وحديثه عن سرعة تسليم مرتبات الجيش والأمن، إسوة بالموظفين المدنيين والمتقاعدين الذين صرفت مرتباتهم خلال الفترة الماضية. لكنه أمر يجده مواطنون بمثابة وعود غير واقعية، خصوصا وأن هناك مدنيين ومتقاعدين لا يزالون مستمرين في احتجاجاتهم شبه اليومية. تتوقف فرحة المواطن اليمني بالعيد بين شتات هنا وهناك، ففي حين يعيش المواطن أزمات لا حصر لها في المحافظات الخاضعة لسيطرة تحالف الانقلاب، لا يزال الآخرون يعيشون ذات المأساة في المحافظات المحررة. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. أرحب أيضا بمن ينضم إلينا الآن من عدن، مطلق المعطري، رئيس جمعية المتقاعدين العسكريين. أهلا بك أستاذ مطلق. حياكم الله. حياكم الله وأهلا وسهلا. إذن مع قرب العيد يبدو أن هناك لكم مطالبات عديدة بسرعة صرف المرتبات، هل تم صرف أي مرتبات بالنسبة للعسكريين المتقاعدين؟ منذ متى آخر صرف تم؟ شكرا. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في البداية أود أن أشير إلى شيء مهم جدا. أنا سمعت التقرير الأخباري الآن لكم وتحدثتم عن الأزمات الموجودة والحالات الاستثنائية الموجودة في اليمن بشكل عام. نحن نقول لكم، نحن من عدن، من الجنوب المظلوم، من الجنوب المقهور، من الجنوب المحتل،
المتقاعدين العسكريين، الجيش الجنوبي والأمن الجنوبي منذ 94 إلى يومنا هذا، ونحن نكابد الآلام والجوع والظمأ والقهر والاستبداد والظلم. أنا أتكلم عن المتقاعدين أو الجيش الجنوبي بشكل عام. بدأت الممارسات القمعية للجيش واحتواء الجيش وألغاء الجيش وإحالة الجيش الجنوبي والأمن الجنوبي إلى التقاعد القسري. لنا من 94 إلى يومنا هذا نحن نكابد الآلام والجراح في قلوبنا من آثار الاحتلال، الاحتلال الهمجي القبلي المتخلف. أقول لك يا حبيبي، الآن نحن استقبلنا أعيادنا من 94، نعم، ونحن نستقبل أعيادنا بالألم والجوع والظلم والحرمان والقهر إلى يومنا هذا. نحن ما بالنا سنتين نكابد الألم. نحن لنا من 94 في الجنوب. فهمت عليك أستاذ مطلق، لكن يعني الآن أنتم قمتم بوقفات احتجاجية، يعني نحن اليوم نستعرض هذه الوقفات احتجاجية. تفضل. قمنا بوقفات احتجاجية كبيرة من 7 إلى يومنا هذا. وهذه المرة والله وقفنا بوقفات احتجاجية إلا أنها قمعت من قبل العساكر الذي يخضعوا للقيادة الشرعية كما يقال لها. نحن ما نعترف بقيادة شرعية في الجنوب للعلم. يعني الآن أنتم عندما خرجتم لنا 6 بدون رواتب، 6 بدون رواتب. نعم. والجيش الجنوبي يعني يعيش حالة يرثى لها. أصبحنا كأننا شحاتين. أصبحنا في الجنوب بلا دولة، بلا رئيس، لا رئيس، لا رئيس وزراء، لا وزراء، لا وزارة دفاع، لا وزير داخلية. أصبحنا نعيش حالة همجية. كل ما جاءت من مبالغ من دول التحالف أكرمهم الله ربنا، يعني ندعي الآن، ندعي للسعودية ولإمارات الدرجة الرئيسية. هم لولا هؤلاء الدولتين لما يعني ذهبنا من الجنوب كامل. كل ما أرسلوا مبالغ احتوتها القيادات اللي يسمون نفسهم قيادة شرعية. طيب أستاذ مطلق، يعني أنتم وصلتكم مبالغ؟ هل وصلتكم مبالغ من قبل التحالف؟ وصلت مبالغ زمان، يعني وسخرت عناصر محددة، استولت على عناصر محددة ودعت عناصر محددة تخضع وتوالي جهات معينة. طيب. وبقية أبناء الجنوب بشكل عام مجرد متفرجين. طيب. حبيبي 6 للجيش الجنوبي بدون رواتب. الآن هناك 6 لجميع يعني لجميع أفراد الجنود أم فقط للعسكريين المتقاعدين؟ لا 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 لا، المتقاعدين هذا حالة ثانية، لكن العايدين، في عايدين من التقاعد القسري إلى الآن 6 بدون رواتب. أيضا الجيش الجنوبي بشكل عام والأمن الجنوبي بشكل عام 6 بدون رواتب. والآن بيجي يصرفوا لنا راتب شهر، ومتى بيصرفوا؟ بعد العيد بيومين أو 3 أيام. أتصور أنهم عمدة والله يبكوا عندما يصرفوا فيني، يسألوا على راتب، أقول لهم ما في راتب الآن. يقولوا فين بنجي؟ أين بنجيب أولادنا؟ أطفالنا يشتروا ملابس، أولادنا يشتروا عيد. والرئيس ورئيس الوزراء هذا يعني يتمتعوا بحياة سعيدة، ونحن والشعب هذا يموت جوع. الشهداء اللي قدموا أرواحهم قربان لهذه الثورة ولهذا الوطن. نعم. يعني محرومين من رواتبهم، محرومين من حقوقهم. طيب، وضحت هذه الفكرة أستاذ مطلق، لكن الآن أنتم عندما خرجتم للوقفات الاحتجاجية، ما الذي يقال لكم في هذه الوقفات؟ وعود كذابة. يعني ليست هناك من رواتب تتسلمونها يعني إلى الآن؟ رئيس الوزراء بكله يكذب، رئيس الوزراء بكله يكذب، يكذب علينا ويكذب على التحالف ويكذب على العالم كله. طيب،
أنت يعني الآن يعني هناك حديث من قبلك على أن التحالف يسلم أرقام، كيف عرفتم على أن التحالف سلم الحكومة الشرعية مبالغ مخصصة أنا لكم؟ أنا بنفسي وكل الناس يعلموا إنهم ما فيش حكومة عندنا، أصلا ما فيش حكومة، ما فيش دولة، ما فيش دولة حتى تقول إنه الحكومة الشرعية، ما فيش دولة عندنا. أي دولة؟ لا رئيس وزراء، لا رئيس، لا وزراء، لا، إيش من دولة هذه؟ إيش من دولة؟ مليشيات عندنا، كلها مليشيات مقولة، ما فيش دولة يا أخي. لا أحد يكذب عليهم يقول لهم دولة، كذب. الآن ليس هناك، لا، يعني تعتبر أنه ليس هناك الآن دولة في الجنوب لكن في هناك ميليشيا. طيب أشكرك شكرا جزيلا مطلق المعط. الشكر يعود للتحالف، الشكر يعود لسلمان ومحمد بن زايد حفظهم الله ورعاهم. وضحت الفكرة. أشكرك إذن مطلق المعطري رئيس جمعية المتقاعدين العسكريين، كنت معنا عبر الهاتف من عدن، شكرا لك. تنضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام من صنعاء الناشطة منى الكمالي. إذن سمعنا عن بعض من الوضع في عدن أستاذة منى، ماذا عن الوضع الآن في صنعاء؟ يعني هذه المحافظات الوضع في اليمن كلها صعب، كيف هو في العاصمة صنعاء؟ أولا مساء الخير، كل عام أنتم بخير وأنتم بخير، نعد علينا وعليكم بكل خير إن شاء الله. آمين. طبعا حلول عيد الأضحى المبارك لم يوقف المعارك الدامية في العديد من المحافظات اليمنية، منها على وجه الخصوص تعز وصنعاء، فالوضع المعيشي في أسوأ حالته. يعاني منه المواطن اليمني منذ اشتعال فتيل الحرب في اليمن، وضع صعب للغاية، فلم تتمكن العديد من الأسر لشراء حتى ملابس العيد لأطفالها. الأضواء التي المعتادة رؤيتها أمام كل المنازل في محافظة صنعاء لم نلمحها هذا العام إلا فيما ندر أو لمن استطاع إليه سبيلا، فالكثير من السكان عاجزين عن شرائها، بات خروف العيد حلم يعني بعيد المنال. يعني أتوقع غدا الأطفال يعني مستحيل يخرجوا إلى أمام المنازل بدون لبس العيد التي اعتادوا عليها الأطفال. فرحة العيد غائبة تماما من وجوه الأطفال. مظاهر العيد لدى المواطن اليمني تقتصر فقط على التهاني والتبريكات التي يتبادلون بينهم فقط، خالية من أي أجواء الفرح كما كانت في سنوات قبل الحرب. نعم. طيب أنتم برأيكم يعني من خلال ما تلاحظينه بداخل العاصمة صنعاء عموما، هل هناك أمل بنوع من التحسن الذي قد يأتي مع الأيام؟ كيف هو الوضع من هذه الناحية؟ لا أعتقد أن هناك تحسن في الأمر، إلى يعني الأمر إلى الأسوأ، الأوضاع إلى الأسوأ، كل يوم إلى الأسوأ. حتى أنه اليوم تم صرف المرتبات، لكن كل يعني البنك مزدحم، الكريمة مزدحم، كثير من المواطنين لم يتمكنوا من استلام مرتباتهم بسبب الزحمة، لأنه تم صرف المرتبات في ليلة العيد، وأكيد أنه سكان العاصمة صنعاء كثير فلم يتمكنوا من استلامها. نعم. طيب إذا ما تحدثنا على الوضع الاقتصادي بداخل المدينة، هل يستطيع الناس، يعني لابد أنك لمستي وجود ناس مثلا في الأسواق، عادة في ليلة العيد والليالي السابقة تكون الأسواق مزدحمة بشكل يفوق العادة، كيف هي الأوضاع هذه الأيام؟ الزحمة ما زالت يعني بس مش الزحمة متواجدة، بس ليست كالأعياد السابقة. يعني ليست هناك قدرة شرائية إن صح التعبير بالنسبة للناس ليشتروا أشياء أو ملابس العيد وما شابه. نعم بالضبط. طيب عندما تخرجون إلى الشوارع مثلا وتتوجهون أو يعني تذهبون إلى الأماكن التي يقضي الناس عادة أوقاتهم فيها، مقاهي، المطاعم، هل تلاحظون بوجود الناس أنهم يخرجون أيضا أم أن هذه الأماكن أيضا بات الخروج إليها قليلا؟ بالتأكيد الخروج إليها قليلا، خوفا من الضربات الجوية أو حتى خوفا من الملاسنات التي تحصل في هذه المقاهي. وعادة هذه الأيام أو هذه الأيام الكثير من المواطنين يعني مسلحين، فيحصل ملاسنة وتطور إلى
يعني استخدام السلاح. وصلت الفكرة. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذة منى. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام من الرياض الأستاذ غمدان الشريف السكرتير الصحفي لرئيس الحكومة. أهلا بك أستاذ غمدان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحدثك أخي العزيز من العاصمة المؤقتة عدن. حياكم الله. وأقول كل عام وأنتم بألف خير وجميع المشاهدين والشعب اليمني العزيز. بارك الله فيكم. المعذرة إذا يبدو أن هناك خلل يعني أو خطأ حصل في تحديد المكان. على كل حال أستاذ غمدان، عودة إذا لكم ولرئيس الحكومة في ظل مطالبات عديدة بسرعة يعني صرف الرواتب. الحكومة هناك ملفات كثيرة، لكن كيف تتعامل مع مسألة صرف الرواتب باعتبار الناس مقبلون على عيد وكل عام وأنتم بخير؟ وأنت بألف خير أخي العزيز. الكل يعرف أن اليمن مرت بظروف صعبة بسبب الحرب التي شنتها ميليشيات الإنقلاب الحوثي وصالح، ومع كل ذلك استطعنا تذليل هذه الصعاب وقمنا بصرف المرتبات للقطاع المدني في جميع المحافظات المحررة، وقمنا بإرسال بعض المرتبات إلى المحافظات التي تحت سيطرة الإنقلابيين، ولكن عدم توريد الإيرادات في المحافظات التي تحت سلطة الإنقلابيين أدى إلى وقف هذه المرتبات. أما بالنسبة للمحافظات المحررة فهي تصرف بشكل آلي ومنتظم. بخصوص مرتبات الجيش والأمن، بدأت اليوم صرف المرتبات وهناك لجان أمنية تعمل بوتيرة عالية. رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دار اليوم متواجد في العادية العاصمة المؤقتة عدن، وهو يشرف بنفسه على صرف المرتبات وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية. أخي العزيز، المرتبات الجيش والأمن تصرف في جميع المحافظات الجمهورية وخاصة في جميع المناطق العسكرية، كذلك مرتبات المتقاعدين العسكريين. وأنا سمعت حديث رئيس لجنة المتقاعدين نعم، وهذا غير صحيح. أنا أؤكد لك أن المرتبات صرفت اليوم وسلمت لجميع القادة الألوية، ومكاتب البريد تعمل بوتيرة عالية، وحتى أيام العيد سوف تقوم بالعمل لاستكمال صرف المرتبات، خاصة بعد وصول الطائرة المحولة بالأموال إلى العاصمة المؤقتة عدن. هناك جهود كبيرة تبذلها الحكومة برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر وتوجيهات من فخامة الرئيس. وأكد لك أن هذه اللحظة حتى هذه اللحظة ولجان الصرف المرتبات تقوم بعملها، وستباشر عملها في أول أيام العيد وثاني أيام العيد، وحتى استلام جميع القادة الجيش والأمن مرتباتهم. طيب، هل تم تسليم جميع مرتبات الأشهر أم أن هناك مرتبات لأشهر بقيت متوقفة أو لم تصرف؟ أخي العزيز، بخصوص المرتبات للقطاع المدني فهي صرفت في جميع الأشهر، بخصوص الجانب العسكري والأمني صرفت الأشهر 4 أشهر، ويجري حاليا صرف بحسب الجدول الزمني. نحن الحكومة تسابق الزمن في ذلك حتى يكون هناك انتظام في صرف المرتبات. وأنا أكدت لك أن الظروف المعيشية التي تعيشها بلادنا شحت الموارد، قلة الإمكانيات، ما زلنا نخوض حرب مع الميليشيات الإنقلابية، ما زالت إمكانياتنا ضئيلة، ما زال النفط لا يصدر، وبلادنا تعتمد 75% من النفط، 60% من الإيرادات تذهب إلى الميليشيات الإنقلابية. لذلك هناك صعوبات واضحة، والحكومة تعمل جاهدة على تجاوز هذه الصعوبات والعراقيل. طيب، يعني إذا ما تحدثنا عن رواتب الموظفين في المناطق المحررة، هناك من يتحدث أن يعني الأمر ليس بالشكل الذي تتحدثه أنت، وهناك مطالبات بسرعة صرف المرتبات. هل يعني أين يكمن الإشكال؟ هل هناك مناطق ليست كل المناطق يتم الصرف فيها، هناك مناطق معينة، أو هناك إشكالات معينة لأناس معينين، أم أن الأمر بالنسبة لكل موظفي القطاع المدني هو جيد؟ أخي العزيز، نسبة المحافظات المحررة وبالنسبة للمدنيين هناك 98%، إذا لم أبالغ أقول 100%، أنهم يستلمون رواتبهم. وأنا لدينا مكتب شكاوي تم تدشينه، ولدينا لن تصلنا أي شكوى من موظف واحد أنه بدون راتب. الرواتب تصرف بشكل آلي كما كانت في السابق، تصرف عبر مكاتب البريد، تصرف عبر مكاتب الوزارة، مكاتب الجهات الحكومية. ليس هناك لدينا أي إشكالية في صرف المرتبات المدنيين وكذلك المتقاعدين المدنيين.
المرتبات تصرف بشكل آلي، وكذلك المتقاعدين العسكريين، المرتبات المتقاعدين العسكريين تصرف بشكل آلي ومنتظم، ونحن نعرف المعاشات المتقاعدين أنها كان لها صندوق وليس لها دخل علاقة بميزانية الدولة، ولكن توجيهات فخامة الرئيس ورئيس الوزراء أعطت لهذه الشريحة اهتمام كبير وقامت بصرف هذه المرتبات. لا يوجد لدينا موظف بدون راتب في المحافظات المحررة، وبإمكان أي موظف يشكو بعدم تسليم راتبه عليها مراجعة القسم الذي فيه. هناك توجيهات صادرة من فخامة الرئيس ورئيس الوزراء بصرف المرتبات للنازحين الذين يوجدون في المحافظات المحررة، ويجري العمل عليها واستكمال هذه الكشوفات بحسب الأنظمة واللوائح القانونية المتخذة فيها، وقد بثت الحكومة في مثل هذا الإجراء، بحيث أن الموظفين الذين فيها النازحين إلى المحافظات المحررة سيتم صرف مرتباتهم في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله. طيب، في حال أنهم ذهبوا إلى هذه المناطق، إلى الأماكن المخصصة لصرف الرواتب، ولم يجدوا تجاوبا بخصوص هذا الموضوع، أين يكون الإشكال؟ أخي العزيز، هناك تتم، أنا أقصد أن النازحين الذين يقيمون في هذه المحافظات المحررة، وليس الموظفين الذين يسكنون المحافظات التي تحت سيطرة الإنقلابيين ويقومون وتكون دوام التزاماتهم ودواماتهم إلى هذه المحافظات. المقصد هنا بالساكنين أو هم النازحين الذين سكنوا المحافظات المحررة، ولتخفيف معاناتهم وتسهيل إجراءاتهم صدرت توجيهات فخامة الرئيس بالصرف. أخي العزيز، صرف المرتبات للقطاع المدني يتم بآلة سلسة وطريقة سهلة، وكل الموظفين يستلمون رواتبهم. إشكالية لدينا كانت في الجيش تم تجاوزها، اليوم بدأ الصرف، وهناك جهود كبيرة تبذل، وجميع قادة الألوية تم تسليم هذه المبالغ لهم من البنك المركزي ومن وزارة المالية. وأنا قبل ساعة كان هناك اجتماع رئيس الوزراء مع نائب وزير المالية ومع نائب رئيس هيئة الأركان ومع عدد من القادة العسكريين، وخرج هذا الاجتماع على ضرورة تكريس الجهود حتى يتم صرف المرتبات في بأسرع وقت ممكن. وهناك جهود كبيرة، والمبالغ التي صرفت حتى هذه اللحظة مبالغ كبيرة، وأقدر أقول أن هناك 60% قد تم إنجازه من العلوية، ويتم صرف المرتبات للجنود الآن حاليا. طيب أستاذ غمدان شريف، يعني بعد عودة رئيس الحكومة إلى العاصمة، وهي يعني لم يكن غيابا طويلا بطبيعة الحال، لكن الآن ما هي الأولويات لدى رئاسة الحكومة في المرحلة القادمة؟ أخي العزيز، احنا نمر بظروف صعبة، وحقيقة الأمر الخدمات هي أولوية ملحة، وتوفير المشتقات النفطية لمولدات الكهرباء، محاربة الإرهاب، تثبيت الأمن والاستقرار، بسط سلطة الدولة على جميع الأرض اليمنية، هي أولويات في تكون في للحكومة أهمية كبيرة فيها. وصرف المرتبات، وقد بدأت الحكومة اليوم وستبدأ غد وبعد غد حتى تستكمل هذه المرتبات. وأنا أؤكد لك أن تحسين مستوى الخدمات في جميع المحافظات، ليس في العاصمة المؤقتة عدن، وإنما في جميع المحافظات، ستكون لدينا مشاريع سنفتحها في محافظة لحج وكذلك أبين وبعض المحافظات المحررة الأخرى، سيتم تدشين بعض المشاريع، ولذلك لدينا أولويات في تحسين مستوى الخدمات، والذي الحمد لله قد تجاوزنا هذا الملف، ونحن اليوم أحسن مما كنا عليه من السابق. طيب ماذا عن المناطق غير المحررة؟ على من تقع المسؤولية؟ يعني أنتم بالأخير حكومة، كيف يمكن حل الإشكالية بالنسبة للمواطنين هناك بعجل؟ جميع المواطنين في جميع الأرض اليمنية يقعون تحت مسؤوليتنا. نحن لا نخرج مسؤوليتنا، لا نخرج المواطن اليمني من المسؤولية، نحن مسؤولين عن ذلك. نحن ناشدنا الأمم المتحدة، ونناشد ونطالب إلى توريد هذه الإيرادات إلى البنك المركزي عدن حتى تفي الحكومة من مسؤوليتها تجاه الشعب، ولكننا حقيقة الأمر غير قادرين على دفع المرتبات في هذه المحافظات، طالما هناك إيرادات تذهب إلى الميليشيات الإنقلابية وتسخرها لصالح المجهود الحربي. ولو كان بإمكاننا دفع المرتبات لما ترددنا لحظة في دفعها، ولكننا تقع علينا مسؤولية كبيرة، ولكن ونطالب مرارا وتكرارا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى الضغط على هذه الميليشيات الإنقلابية. أعتقد أن الحسم العسكري إذا لم تصغي هذه الميليشيات إلى السلام
سيكون الخيار الأمثل والخيار الوحيد لتخليص الشعب اليمني من هذه الإصابة المتمردة التي انقلبت على الشرعية وانقلبت على كل المبادئ والقيم وانقلبت على مخرجات الحوار الوطني. أشكر. وانقلبت على الإرادة الشعبية الوطنية، ولذلك هو الخيار الوحيد الذي لم يبقى لليمنيين غيره. أشكرك، كنت معنا من العاصمة المؤقتة عدن الأستاذ غمدان الشريف السكرتير الصحفي لرئيس الحكومة. بالعودة وعودة أخيرة وسريعة إلى أستاذة منى الكمالي، والمعذرة على الإطالة أستاذة منى، برأيك كيف سيكون العيد بالنسبة لليمنيين؟ كما ذكرت سابقا أجواء العيد غائبة تماما في العاصمة صنعاء. ذكرت سابقا أيضا أن الأضاحي باتت حلم بعيد المنال. الكل متخوف هنا في صنعاء من أن تقع معركة. هذه كل المعطيات تبشر بأن العيد لم يكن في كما سابقا. الله المستعان. إذن أشكرك أستاذة منى الكمالي الناشطة المجتمعية، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء، شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، قدمناها لكم من زوايا الحدث. إلى حين الملتقى، دمتم والوطن بألف خير، في أمان الله.